المركز الثاني تتواجد على ثاني المراكز مصيحة. مبارك بن حمد بن محمد بن سبعين المحرمي يتواجد على ثاني المراكز بقيادة مصيحة المركز الثالث. والتواجد والوجود هناك من نهيب نهيبة هناك على المركز الثالث. سالم بن راشد بن غدير الكتبي يتواصل في المرتبة الثالثة في مسار هذا الشوط. ننتقل إلى المركز الرابع، ننتقل مع التحدي الرابع هنا في هذا المسار لنجد من تدخل وانتقل في هذا المركز. الله هناك العفريتة، العفريتة تواصلت مع محمد بن عيسى أبو علامة القبيسي يتواصل في المركز الرابع. والمركز الخامس هناك الكايدة راشد بن مبارك بن سلطان بن قران المنصوري. روح يا بن قران هنا في هذا المسار وفي هذا الانطلاق. ننتقل إلى المركز الخامس، نجد على خامس المراكز الوجود من حشيمة أحمد بن حزمي بن قناص العامري هنا في المرتبة الخامسة. وسادس المراكز، سادس المراكز أسرار وما يخفيه هذا الشوط من أسرار. هناك خليفة بن حمد بن سبعين المحرمي على المركز السادس. والسابع هناك تتواصل فيه منصورة حارب بن محمد بن غنام الهاملي وصل على المركز السابع. وثامن المراكز الشبلة محمد بن سالم بن دري الفلاحي. والمركز التاسع الوصول والتحرك ايضا من ظن، وصلت ظن عبد الله بن سالم بن مصبح بن صروخ النعيمي وصل على المركز التاسع. وعاشر المراكز، عاشر التحديات الوصول من الشهنية محمد بن احمد بن قنون الفلاسي. ولكن العودة، العودة الى المقدمة، العودة الى الصدارة، الى القيادة والريادة. هناك من تواصلت برمجة، برمجة على الصدارة، برمجة على المقدمة، على المركز الأول بقيادة عبد الله بن ناصر بن يعاي الشامسي. الشامسي ما زال في المقدمة مع أشراقية شمسي هذا الصباح، يتواصل مع المقدمة عبد الله بن ناصر بن يعاي الشامسي. ولكن حشيمة تطمح إلى مركز الحشمة، تطمح إلى مركز الحشمة. هناك أحمد بالحزمي بالقناص العامري وصل على ثاني المراكز ليقدم حشمة. والوصول من الشاهنية، وصلت الشاهنية أحمد بن مطر بن محمد بن مطر الرميثي. أهالي السمحة وصلوا، تواصلوا في هذا المسار ليقدمون كل ما هو جديد في هذا الشوط. والمركز الرابع، نهيب على المركز الرابع، وصلت نهيب سالم بن راشد. لهيب وصلت في هذه اللحظة ليتقدم سالم بن راشد بن غدير الكتبي. والتجاوز من ظن، تحرك الظن هنا عبد الله بن سالم بن مصبح بن صروخ النعيمي. ولكن العودة مع المنعطف الأخير، مع المنعطف الخطير هناك في هذا المسار. اقتربنا من لائحة الإعلان، اقتربنا من لائحة الإعلان. 1200 حرك اللي بتحرك، روح يلي تبتروح. هناك المقدمة ما زالت مع برمجة، برمجة على الصدارة، برمجة على المقدمة. عبد الله بن ناصر بن يوحان الشامسي هنا ما زال على المقدمة، ما زال على الصدارة مقدما برمجة في هذا المسار. ولكن الخطورة من ظن، وصلت ظن وتحركت، تحرك الظن. عبد الله بن سالم بن مصبح بن صروخ النعيمي تواصل في مسار هذا الشوط. والمركز الثالث، هناك الوصول من الشاهنية محمد بن احمد بن قنون الفلاسي. ولكن برمجة، 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 برمجة هناك على الصدارة، هناك على المقدمة، على المركز الاول مقدمة هناك مع عبد الله بن ناصر بن يعان الشامسي. ولو
ولكن ظن وصلت وتحركت وتجاوزت وتسللت عبد الله بن سالم بن مصبح بن صاروخ النعيمي. هنا الوصول والتحرك، هنا التجاوز والانطلاق. يا على هذا الأداء، أداء مميز رائع للغاية، ولكن برمج على ثاني المراكز. وظن ظن على الصدارة، ظن على المقدمة، على المركز الأول. أوفت بالظن هناك في هذا المسار عبد الله بن سالم بن مصبح بن صاروخ النعيمي، ولكن الخطورة برمجة. ظن ظن برمجة برمجة ظن 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 على المقدمة، على الصدارة عبد الله بن سالم بن مصبح بن صاروخ النعيمي. تهانينا والناموس على هذا الانجاز الجميل. المركز الثاني وصلت فيه برمجه عبد الله بن ناصر بن يعان الشامسي، والمركز الثالث الوصول والتحرك من عزبه ناصر بن قريع بن روس العامري، والمركز الخامس المركز الرابع وصلت فيه هناك مع المركز الرابع غزوه محمد بن سعيد بن علي النعيمي. وخامس المراكز وصلت على خامس المراكز حشيمة أحمد الحزمي بن قناص العامري. إذن شهدنا التحدي وشهدنا الانطلاق وشهدنا ظن هنا من انطلقت انطلاقة الفوز والناموس، وحققت هذا الناموس وهدته إلى مالكها هناك عبد الله بن سالم بن مصبح بن صاروخ النعيمي. توقيتها الزمني 7:38، 6 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس وصلت على ثاني المراكز. هناك على المركز الثاني برمجة عبد الله بن ناصر بن يعان الشامسي، وتوقيتها الزمني 7:39 وثانيتين بالوفاء وجزئين من الثانية. هناك وصل على المركز الثاني والمركز الثالث، وصلت على المركز الثالث عزبة ناصر بن قريع بن روس العامري، وتوقيتها الزمني 7:42 و5 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس للجميع. التواصل يستمر مشاهدين الاعزاء متابعين الكرام، شوط تلو الاخر ضمن اشواط الانتاج الشخصي، وايضا مهرجان سمحه لسباقات الهجن العربيه الاصيله يقام هنا في عاصمه الميادين ميدان الوسبه. ننطلق في يومه الثاني هنا. يوم الامس شاهدنا هناك انطلاقه سن الحجايج، وهذه هي ايضا الوسبه صاحبه التوقيت الافضل 7:37 4 أجزاء من الثانية. ناصر بالطوير بالمر العام.